أخبار اليوم. عبدالله فوزي صاحب العقار اللي اتحرق؟ انا صاحب العقار. قلنا بتفصيل ايه اللي حصل؟ لا بالتفصيل ما حدش شاف حاجه اصلا. اول ما حصلت هو اللي حصل ان في اتصال تليفوني تم بكل التجار اللي هنا اصحاب المحلات ومن ضمنهم انا كصاحب عقار، تعالى في حريقه فنزلنا كلنا، ان ما حدش شاف بدايته ايه ونهايته ايه. يعني العقار ده فيه كم محل؟ حوالي 60 أو 80. اول مره تحصل حريقه في المنطقه هنا ولا حصل حاجه قبل كده بنفسك؟ لا كان في من حوالي 10 شهور حريق في مصنع الكابتن للزيوت في ظهرنا كده، بس الحمد لله برضو ما كانش فيه خسائر، وهنا الحمد لله ربنا كرم، يعني ما فيش خسائر لا في الارواح ولا في اصابات، والحمد لله يعني رجال حمايه المدنيه لحقوها بسرعه. يعني العقار ده كان فيه شقق فيها مخزن للقماش ولا كلها كانت محلات بس؟ لا هو كله عباره عن محلات ومخازن. الحمايه المدنيه جت على طول والاطفاء جه بسرعه ولا اتاخروا في ان هم يجوا؟ طب لا 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 خالص، ده لولا ربنا سبحانه وتعالى وسرعه تواجدهم معانا كان زمان المنطقه دي ملهاش وجود. طيب من اسيوط ممكن تحكي لنا اللي حصل امبارح؟ انت قلت لي ان انت كنت اخر واحد مش من هنا قبل الحريقه على طول. انا كل يوم الساعه 12:30 او 1:15 بقفل المحل ده، اخر واحد بيقفل في السوق المحل ده انا. روحت ما كملتش يعني 10 دقائق او نص ساعه بالكثير، وقالوا لي واحد اتصل بي قال لي ده بيلحق، ده في حريقه عندكم في الغوريه. جيت جاري انا واصحابي لقينا الدنيا كلها هنا مولعه، كلها هنا الجنب ده كله والجنب الفوش ده كله ده كان مولع. سالنا الراجل قال لك بيقول لك اللي ماسك كهربائي، ويقول لك ده حد ولع في الفرشه، ومحدش عارف الحقيقه فين. هو الحريقه في 6 محلات اللي على الجنب اليمين وقدامهم كده على الجنب الشمال فروشات، 10 فروشات. احنا كل يوم بنقفل ونسيب بضاعتنا في الشارع عادي، كله مفيش اي حاجه، وبنيجي الصبح مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه غريبه. المحلات فيها تكييفات، فيها اجهزه ممكن تسبب في ماس كهربي؟ لا المحلات كلها فيها تكييفات، بس يعني قبل ما نمشي احنا من المحلات بنقفل سكاكين الكهرباء كلها. في مشاكل او عداوه ما بين ان التجار وبعضها هنا؟ لا مفيش اي عداوه، ان السوق ده كله ولد عم لابن خال نسيب، يعني مش حد، كلنا من بلد واحده، كلنا من اسيوط. اقل محل فيه مثلا 1,000,000 جنيه بضاعه، غير الفروشات كل فرشه اللي حاجه ب 50,000 60,000 8 فروشات. والله ما عارفين الخطا جاي منين، احنا بضاعتنا كل يوم من اكتر من 15 سنه بنفرش، محلاتنا بنفتحها بنقفلها، مفيش اي حاجه. مش معنى يعني النهارده بس ان هي الحريقه تولع او بالليل، مش معنى بالليل بعد ما نمشي، وقت الحمايه المدنيه جت بعد ربع ساعه او نص ساعه بالكثير، يعني الناس كلها اتلمت هنا واتجمعت وحبينا نطفي، ما عرفناش برضه، بس جت الحمايه المدنيه بعد نص ساعه. يعني هم برضه الفضل لله سبحانه وتعالى ثم ليهم، برضه هم قاموا بدور واجب تمام معانا، يعني ولاشهم هم احنا كنا ضعنا خالص.